مع بعض العيش الكايزر الاقتصادي بدون لبن وبدون بيض بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض العيش الكايزر بطريقة سهلة جدا واقتصادية. المقادير اللي معايا نص كيلو دقيق، 3 كوبايات ونص من مج الشاي العادي، عليه رشة ملح، قطعة خميرة كبيرة بحجم عين الجمل أو معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة سكر، معلقتين كبار زيت، مية دافية للعجن. أول حاجة هعملها هدوب قطعة الخميرة ومعلقة السكر في المية الدافية. بسم الله. دي ميه دافيه استحملها بصباعي، احط عليها معلقه كبيره سكر، هدوب الخميره واسيبها 5 دقايق لحد ما تتفاعل. الخميره تفاعلت عملت وش ابيض زي ما انتم شايفين. نبدا ونسمي على بركه الله. بسم الله. هجيب نص كيلو دقيق، هحط عليه رشة الملح، رشة صغيرة ملح، وهعجن بالمية الدافية اللي دوبت فيها قطعة الخميرة ومعلقة السكر. بنزل بالمية حبة حبة. بلم العجينة في الآخر بمعلقتين كبار زيت. كده تمام. هنزل بمعلقتين كبار زيت وعجن العجينة كويس لمدة 5 دقايق لحد ما العجينة تبقى طرية وناعمة في ايدي. عجنت العجينة كويس لحد ما بقت طرية وناعمة ومش بتلزق في ايدي. دلوقتي هغطيها بكيسة واشيلها في مكان دافي واسيبها تخمر لمدة ساعتين، وبعد ساعتين هوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي العجينة بتاعتي بعد مرور ساعتين خمرت وتضاعف حجمها. دلوقتي هحبطها وهطلع منها الهواء. خلاص هبطت العجينة وطلعت منها الهواء. هقسمها الكور، الكورة على قد الرغيف الكايزر. بسم الله. كرة قد البرتقانية حجم الوسط، بلمها من تحت كده شايفين، حلو قوي المقاس ده، وهرصهم في الصاج. دهن الصاج بتاعي بالزيت، هرصهم في الصاج بعيد عن بعض. هعملهم كلهم بنفس المقاس وبنفس الطريقة، بخلي التقفيلة من تحت. هخلص الكمية اللي معايا وبعدين هوريكم هعمل ايه. رصيت العيش الكايزر في الصاج زي ما انتم شايفين بعيد عن بعض، هدهن وشه بالمية. وهرش عليه سمسم. ده سمسم متحمص اهو بالمنظر ده. خلاص رشيت سمسم على وش الكايزر. دلوقتي هسيبه يخمر لمدة نص ساعة او ساعة قبل ما ادخله الفرن. بعد ما يخمر هوريه لكم.
اهو يا حبايب قلبي، العيش الكايزر بعد ما خمر، بعد ما عدى عليه نص ساعة، دلوقتي هدخله الفرن على درجة حرارة 200. اول ما يحمر وشه ويستوى هطلعه وهوريه لكم. اهو يا حبايب قلبي، العيش الكايزر بتاعي بعد ما طلع من الفرن، بصوا طري ازاي، طري جدا وهش. انا فتحته اهو، فتحت واحد عشان اوريه لكم اهو، بصوا هش جدا واقتصادي بدون لبن وبدون بيض، وعملته بطريقة سهلة جدا. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل العيش الكايزر الاقتصادي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.